الراجل والست بيكملوا بعض كل واحد فيهم ليه دوره وليه رسالته مفيش واحد فيهم اهم من التاني واحنا هنا في برنامج ضد الرجالة عفوا اشباه الرجال هنعرض معاناة الستات مع اشباه الرجال هستنى ارائكم تحت الفيديو لان رأيكم بيكمل رأينا وما تنسوش اللايك والشير وكون معاكم دينا ابو العلا وضد الرجالة كل يوم اربع على المنصات اللي هتظهر على الشاشة دلوقتي تابعوا. طبعا في كل بدايه حلقه بحب طبعا امسي واوجه تحياتي للراجل الجميل المحترم اول مشكله معانا النهارده هي مشكله بتقول انا ست متجوزه بقالي 3 سنين وبالفعل انا عايشه دور الراجل والست في البيت كل المسؤوليات تقريبا عليا انا آه وكل ما باجي اشتكي او اقول له انا تعبانه انا مش عارفه اشوف شغلي حاول تساعدني خليك معايا انا تعبت كده يقول لي كل الستات بتعمل كده قولي لي اعمل ايه لان هو وصل لمرحله ان ان المسؤوليه حتى الرجلية هو مش عايز يقوم بيها هو بالنسبه له ان هو بيجيب فلوس فهو كده مؤدي كل مسؤولياته على اكمل وجه اعمل ايه انا هتكلم هنا في الـ في الـ في المشكله دي في العموم وهوجه رساله للستات والرساله دي محتواها اوعي تتنازلي عن اربع حاجات اول حاجه اوعي تتنازلي عن دينك عشان اي حد على وجه الارض تاني حاجه اوعي تتنازلي عن انوثتك او عن كونك انك ملكه عشان اي حاجه في الدنيا تالت حاجة اوعى تتنازلي عن طموحك وعن نجاحك عشان اي حد وعشان اي حاجة هتقولي لي طب هعمل ايه في ايدي ايه هعمله هقولك وفقي حاولي توفقي وتعملي معادلة بين بيتك وبين اولادك وبين نجاحك وبين طموحك لكن ان انت تتنازلي كل التنازل عن نجاحك وطموحك عشان تبني بيت واسرة اوكي انا معاكي ان دي رساله ساميه جدا ورساله مهمه وده دور من دو من ادوار المراه في المجتمع ودور مهم جدا ما نقدرش ان احنا نهمشه لكن طموحك ونجاحك في الاخر هما دور مهم ليكي انت وللمجتمع برده لكن مش ممكن ما يكونش مهم لعيلتك ممكن ما يكونش مهم لزوجك ممكن ما يكونش مهم لاهل زوجك آه يعني انا ما فيش مشكله خالص ان انت تقولي له انا عايزه وقت اكون لنفسي وقت لنفسي حتى لو انتي ما بتشتغليش انا ضهري وجعني لو سمحت خد شيل البيبي شويه ده مش عيب ولا هو غلط لو عودتي جوزك على كده من الاول هيحس بالمسؤوليه وان هو لازم يشاركك في حاجات كتير قوي اه احنا متفقين ان هو بيتعب بره البيت عشان عنده رساله بره البيت لكن زي ما انت عندك رساله بره البيت انت كمان عندك رساله جوه البيت لو لقيتي نفسك بتتعصبي على الولاد وخارجه عن شعورك يبقى انت جايه على نفسك قوي ومحتاجه انك تراجع نفسك هتزوديها مع نفسك في جلد الزيت وده مش هيبقى صحي بينعكس على اسرتك وعلى عيلتك بالعكس هينعكس بالسلب مش بالايجاب وهينعكس كمان على تربيه اولادك لو لو بقى انت يعني هنا المشكله احنا عايزين نحط لها حد من البدايه لو انت فتره الخطوبه ولقيتي نفسك بتقومي بالمسؤوليات الرجوليه عن الراجل فهنا ما تكمليش ما تكمليش العلاقه دي لان العلاقه دي غير متوازنه يا بنات كل علاقه لازم يبقى فيها توازن في حاجه اسمها راجل وفي حاجه اسمها ست الاتنين زي ما قلنا في بداية البرنامج بيكملوا بعض كل واحد ليه دور لو كل واحد ما قامش بدوره العلاقة عمرها ما هتكون متزنة وعمرها ما هتبقى سوية في حاجة كمان مهمة جدا قالوها علماء آه النفس ان في حاجة اسمها طاقة الذكورة وطاقة الانوثة لو زادت طاقة ذكورتك عن طاقة انوثتك يبقى انت بتتنازلي وبتشيلي مسؤوليات مش من اختصاصك من اختصاص الراجل وهنا بالتالي من كتر ما انت بتتحملي وبتشيلي وبتتنازلي وانا بتحمل بتحمل وانا الجدع وانا بعمل وانا بسوي وانا عشر رجاله في بعض جوه البيت وما بطلبش منه حاجه هيدور على غيرك هيروح للي بتقوله آه انا مش بعرف اعمل انا مش بعرف اروح مش بعرف اجي بليز تعالى معايا جيب لي كذا بليز ممكن توصلني الحته الفلانيه مش بعرف اروح لوحدي آه بليز مش عارفه ايه اللي اللي باظ عندي في البيت وانا مش عارفه اعمله هيروح لدي انت خلاص هو خلاص مش شايل همك اصلا هو عارف ان انت بتعرفي انت رجل الشجاع اللي بيعرف يتصرف في كل المواقف فبالتالي هيروح للايه للي بتقوله مش بعرف كلنا عارفين طبعا اللي بتقوله مش بعرف دي بتعرف تجيبه ازاي تاني حاجة أه هعلمك حاجة كده كذا حاجة او او نقطة مهمة جداً ان طاقة الذكورة بتاعتك لما بتزيد عن طاقة الانوثة بتنعكس على انوثتك انت مع جوزك فبيبدا يحس بنقص في العلاقة بينكم العلاقة العاطفية والعلاقة الحميمة وحتى علاقتك باولادك طول الوقت انت بتصوتي في البيت طول الوقت بتزعقي هو حسس ان البيت ما بقاش هو المكان اللي بيقدر يرتاح فيه وبيحس فيه راحه نفسيه فبيبدا إنه هو يهرب بيدور على الحاجات دي بره ونرجع نقول سابني واتجوز عليا ومش عارفه ليه وانا متحمله مسؤوليات وانا شايله له البيت وبربي له العيال وانا ما فيش اوكي بس انت معاه هو فين ما انت زودتي طاقه ذكورتك عن طاقه انوثتك فما بقاش في انوثه هو شايفها هو بقى شايف واحد زيه راجل في البيت شايل عنه مسؤوليه بس آه بالتالي الست بقى لو جوزها طاقة ذكورته قلت وما بقاش يتحمل مسؤوليتها اللي هي بتبقى محتاجة لها فيه اول واحد هيقولها كلمة حلوة وهيحسسها ان هو السند وان هو الظهر وان هو الداعم وان هو اللي مقدر هتبقى بتطير وبترفرف بيه ونرجع نقول الخيانات الزوجية بتحصل من ايه وهدم البيت بيحصل من ايه والست بتطلب الطلاق لان هي ما بقيتش حاسة ان الرجل اللي معاها في البيت بيأدي وظيفته كراجل طاقة ذكورته قلت لأن هو رماها عليها وخد منها طاقة الأنوثة فبقت هي ناقصة أنوثة وبقى هو ناقص ذكورة معادلة بسيطة جدا دي مش طبيعة الحياة يا جماعة كل راع مسؤول عن رعيته انت الرعاية وهو الحماية انت الكيان وهو الظهر والسند انتوا الاتنين بتكملوا بعض في النهاية ودي رسالة احنا بنوصلها ودي رسالة احنا بنأديها في الحياة عشان نبني أسرة سوية دي كانت اول مشكله معانا النهارده آه هنطلع فاصل ونرجع معاكم في المشكله التانية. <applause> رجعنا لكم بعد الفاصل والمشكلة اللي معانا دلوقتي انا لما قريتها بصراحة ضغطت جدا ويقصفني ان انا بقدمها في ضد الرجال البنت بتقول انا تعرفت على حد من السوشيال ميديا انا بتجيلي رسائل كتير جدا على السوشيال ميديا على الانستجرام وعلى الماسنجر بس انا ما اعرفش ليه الشخص ده لما قريت رسالته حسيت ان هو طريقته جذبتني وحبيت طريقته قوي وان هو لذيذ فردت عليه الكلام جاب بعضه فضلنا نتكلم مع بعض تقريبا كنا 24 ساعه مع بعض كل يوم لمده 3 ايام بعد يوم الثالث طلب ان هو طلبت ان هي اللي طلبت ان هي تقابله ونزلوا بالفعل تقابله هي وصاحبتها وصاحبه وهو المهم بتقول لي قضينا وقت لذيذ قوي وهو كان لذيذ وطريقته حلوه وحبيت طريقته واتبسطت جدا وكنت طايره وكنت مبسوطه وحسيت ان هو ده فارس احلامي والكلام الجميل ده وحسيت ان هي طبعا حبيته في 3 ايام آه بتقولى روحت طبعا طمنتوا عليا ان انا وصلت جاوا بقى مرتبطين خلاص هما بقوا مرتبطين طمنته عليا ان انا روحت تمام بتقولي تاني يوم ببعت له ما بيردش بكلمه ما بيردش طب ما كلمتنيش ليه قبل ما تنام اصلا انا روحت من الشغل تعبان فما كنتش قادرة اتكلم حجج 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 وبدل ما كنا بنتكلم 24 ساعه في اليوم دلوقتي لو كلمته ساعه او ساعتين ببقى كده يعني انا اتكلمنا كتير انا مش عارفه هو بيعمل كده ليه مع اني انا ما حاجه وليلي اعمل ايه هو بيعمل كده ليه دي بسيطه جدا لان انت ببساطه رخصتي نفسك هو شايفك بني ادم رخيصه وسهله ودي الحقيقه ويؤسفني ان انا اقولك كده هو مش راجل خلاص يعني احنا متفقين ان في اشباه رجال وبرنامجنا بيحارب اشباه الرجال لكن هنا بقى النقطه فيكي أنتي اول حاجه هو ما يعرفش ان حضرتك ما بترديش على الماسنجر وعلى الانستجرام وعلى كل الرسائل اللي بتجيلي هو فاكر ان زيك آه زيه زي اي واحد بيبعتلك فبتردي عليه بتنزلي تقابليه عادي جدا حبيبتي هو مش من بقيه اهلك ولا من عيلتك ولا صاحبك من ايام الدراسه فنازله تالت يوم تقابليه عادي جدا و... والدنيا لذيذه وبسيطه لا وكمان خلينا نحط بس في الفريم شكل المقابلة انت راح تقابليه معاكي صاحبتك وهو جايب صاحبه يعني ما شاء الله شكل العلاقه اصلا مشبوه من البدايه دي اديتيله مسج ان انا سهله انا وصاحبتي فخلاص انا المحيط بتاعي كده فانا اوبن minded جدا وده اللي بعمله وده اللي انا متعوده عليه هو ببساطة كده ما تعبش عشان يوصلك هو كل يوم بيبعت خمس تلاف رسالة لكذا واحدة اللي بترد عليه وبتتجاوب معاه بينزل يقابلها يقضي وقت لطيف جميل رجع باي 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 العلاقة بتبقى من بعيد كل ما هتهفي عليه أو هيف الشوق إن هو يقابلك أو يشوفك هيقولك يلا نتقابل هتنزلي تقابلي لا عمره هيبص ليك ارتباط ولا حب ولا اعجاب ولا اللي انت بتتكلمي فيه ده كله لان من الاول كانت الخطوات غلط وطريقة التعارف غلط أنا مش ضد السوشيال ميديا يا جماعة أنا ضد الرخص اللي بيحصل في السوشيال ميديا والانحطاط اللي بيحصل، ما هو اللي انت عملتيه ده اسمه انحطاط ببساطة كده الطبيعي جدا لما حد يبعتلك أو أي بنت حد يبعتلك على السوشيال ميديا ما ترديش عليه إلا في نطاق واحد هو بيبعتلك بيسألك عن استشارة تخص شغلك فأنت بتساعدي الناس لأن ده واجب عليكي ومن اختصاصك أو بيبعتلك أفر شغل أو أي حاجة خاصة بشغلك فالطبيعي بترد عليه وبترد بكل ادب وباحترام وبحدود مش هق ومق وضحك ويلا نتقابل ويلا نخرج لا طبعا ما ينفعش ده غلط وده اللي بيخلي الرجاله تشوفكوا رخيصه وده اللي بيخلي الرجاله تقول عليكوا عاهرات وده اللي خلي خلي الرجاله طلعت مصطلح البنت دي شمال ليه شمال يا حبيبي اصلا مقضيه على السوشيال ميديا كل شويه بتعرف واحد وكل شويه بتنزل تقابل واحد و... و... والدنيا معاها لذيذه واموره كل شويه قاعده في كافيه مع واحد خلاص هو مش محتاج يتعب عشان يوصلك رسالة حابة أوجهها بس في النهاية زي ما قلنا قبل كده في الحلقة اللي فاتت اللي هيتعب عشان يوصلك هو اللي هيبقى شايفك زوجة وحبيبة وأم اللي مش هيتعب عشان يوصلك هيبقى شايفك بالتالي رخيصة فمش عايز يتعب هو خلاص وصل لكل حاجة هيتعب ليه مش بيلح عشان يشوفك لانه خلاص شافك وكل ما بيقولك انا بتنزلي يلا يعني نتكلم في التليفون انت متاحه طول الوقت يا حبيبتي انت متاحه لكله هو بالنسبه انت متاحه لكله هو مش شايفك شريفه وعفيفه ومحترمه ما بترديش على حد اللي اتعامل معاه هو بالنسبه له اكيد اتعامل مع غيره نعف نفسنا ونحافظ على نفسنا ونعمل حدود في علاقاتنا سوشيال ميديا او بره السوشيال ميديا عشان الرجاله دلوقتي او اشباه الرجال زي ما بنقوله آه الا من رحم ربي فنحافظ على نفسنا لو محافظناش على نفسنا محدش هيحافظ علينا ودي كانت نهاية حلقتنا النهاردة في ضد الرجالة هستناكم الحلقة الجاية وما تنسوش اللايك والشير ورأيكم يهمنا لأن رأيكم بيكمل رأينا هستناكم الحلقة الجاية دينا بولعادة